يوم سعيد عندي جدا، فرحتوني بعيادكم وتشرفت بشوفاتكم الله يبارك فيك. فأنا ابنكم ولد دائرة الخامسة، ولد البحرين، ولد البحرين. فبتكونون انتو سندي، انتو سندي، استشارة ما استشارة، ترى ما استغني عن اي احد، من كبير لي صغير ما استغني عن استشارة اي احد. واتمنى لكم ان شاء الله الدعاء والتوفيق ان شاء الله. الله يجزيكم خير ومشكورين على حضوركم، شرفتوني الله يبارك فيكم. يا جماعة بس أخونا خليفة بيقول كلمة من خاطره ومن قلبه حق المرشح، تفضل أخونا. حيو حيو سلام عليكم. عاطف شيخ على حد شيخ إيش البحر عيني حلوة وإن شاء الله بحصول البحرين إن شاء الله أرسل أخوي علي وأنا ما أدري علي أنا أين حراسي وإن شاء الله أنا أقول إيش البحر أين في الختام نشكر لكم حضوركم وسعيكم الدائم لرفعة هذا الوقت على المال العام، كذلك البنية التحتية. اشتغلت في الطرق، اشتغلنا في كرمكم مرة في المجاري، في بيابات الكهرباء، يعني سنين طويلة تعلمنا. يعني قصدكنا يعني المرشح البلدي المفروض عنده المام؟ لابد، شيء ضروري جداً، سواء يعني الاخوان ولا انا، احنا لابد احنا بعد نتعاون ويا بعض. اي نعم. وانا ان شاء الله الخبره اللي عندي انا حبيت ان اعمل فيها، لذلك رشحت نفس التخصص مالك، نفس التخصص رشحت بلدي ولا اتجهت للنيابي. اي نعم. اليوم احنا بلادنا تحتاج حق الخبرات، تحتاج حق الامانه والنظافه والصدقيه في العمل، وهذه انا ما اتوجه اليه اليوم. سمير المهندس اول سمير بن عبد الله الكواري، مرشح بالدائره الرابعه محافظه محرق، شكرا لك على سعة صدرك في اللقاء السريع. شكرا جزيلا. شكرا. اهدف من خلال ترشحي الى المساهمه في خدمه الوطن وخدمه اهله الطيبين من المواطنين والمقيمين، واهدف ايضا الى المساهمه في انجاح العمليه البرلمانيه والمساهمة في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله، وأسعى من خلال دخولي للبرلمان إلى تحقيق تطلعات الشعب وآماله، وأدعو الناس إلى التفاؤل واختيار الأصلح والأكفأ والسعي إلى تقديم الكفاءات ونصيحتها بالدخول والخوض في هذه الانتخابات البرلمانية، لأن الشعب يحتاج إلى الأفضل ومن يمثله بصدق وأمانة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصل الأكفأ في كل دائرة من دوائر البحرين، سواء كنت أنا الأكفأ أو غيري، فأدعو الله أن الأكفأ هو اللي يصل، لأن شعب البحرين يتأمل أن يصل من يساهم في تحسين معيشته وأن يطالب بحقوقه بالشكل الأمثل. وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أنا أشكر الأخ محمد على الدعوة وما قصر، والله إن شاء الله يوافقه وهو وجميع المرشحين، وإن شاء الله يكون عنده حسن ظن المواطنين لما يحبه ويرضاه إن شاء الله رب العالمين. والله صراحة استنسنا في هذا التجمع الجميل، صراحة ما شاء الله الجموع غفيرة، يعني هاي يدل على حب المواطنين حق محمد
والله إن شاء الله يوافقه ويوافق الجميع، وشكرا لك. قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هذه الآية الكريمة جعلها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز لتعطينا درسا بليغا في حسن الخلق وطريقة التعامل والتعاطي مع الناس، وخص سبحانه وتعالى بالذكر هذه الجزئية، جزئية التحية، ففرض على الناس مبدئيا رد التحية بأحسن منها، وأباح على الأقل الاكتفاء بردها كما قالها البادئ، لنسلط الضوء على طريقة أخرى من التحيات، وهي التصبيحات التي نستلمها يوميا عن طريق تطبيق الواتساب، مثل صباح الخير وجمعة مباركة، مرفق معها صور متنوعة ومتعددة. وهؤلاء الذين يرسلون هذه الرسائل بشكل يومي، وبعضهم يرسلها لك على الخاص ثم يعيد إرسالها عبر المجموعات المشتركة، فأنت تستلمها من نفس الشخص عدة مرات في اليوم الواحد. والبعض الآخر لا يكتفي بإرسال تصبيحة واحدة في اليوم، فهو يقوم صباحا بإرسال صباح الخير، وبعد الظهر يرسل مساء الخير، وعند النوم يرسل أحلاما سعيدة. أما يوم الجمعة فهو يومهم الذي يتفننون فيه ويبدعون في تشكيل التصاميم لمواكبة قدسية هذا اليوم. أولا، ومن الناحية الشرعية، هل يكون الشخص المستلم ملزما بالرد على جميع التحيات الموجهة إليه؟ النقطة الأخرى، ألا يشعر هؤلاء الناس كم هي ثقيلة على النفس تراكم هذه الأعداد من الصور التي ترهق ذاكرة الجهاز وتساعد على سرعة نفاد الباقة وضياع وقت المستلم، وكل ذنبه أنه لا يحب أن يتسبب في إحراج من يقوم بإرسال هذه الرسائل المستهلكة؟ ما الحل برأيكم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ياكم محمد السندي، مرشح محافظة المحرق الدائرة الثانية إن شاء الله في البسيتين المحرق. جايين ندعم أخونا محمد عادل المقهوي ونتمنى له التوفيق. محمد خير من يمثل المجلس البلدي إن شاء الله، ولا هانا وبقية الجماعة اللي وياه، وإحنا يعني ندعم الشباب وهم كلهم فيهم الخير والبركة إن شاء الله، والله يوفقكم إن شاء الله في مسعاكم. حقيلة الليلة عندنا عرس بلدي وشاب ويستاهلون أهل الحد، ولد الحد حق ولد حق أهل الحد، ومحمد إن شاء الله في البلك في البركة وشاب وينفع إن شاء الله في حق البلدي، وما يهونون علينا البقايا كلهم فيهم البركة، بس الشباب فيهم طاقة حق البلدي، والله يوفقك إن شاء الله محمد، ويستاهلون أهل الحد كلهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمكن أنا في البداية أحب أنوه أن عائلة المقهوي بالذات على مستوى المحرق مو بس الحد، عائلة الكل يحبها وعائلة لها بصمات في تاريخ المحرق. فلما الناس حست أن محمد من عائلة المقهوي وبيحمل نفس الصفات ويحمل الطيب، فبادروا للحضور دعما لمحمد، والكل يتمنى من الله إن شاء الله أن محمد يفوز بالمجلس البلدي، فالله يوفقه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم صلاح محمد من عبد الله العشاب. أعزائي أهالي دائرة الكرام، الدائرة السابعة عراد ونعيم والسلطة الكرام، أتشرف بدعوتكم بحضور افتتاح مغري الانتخابي في يوم الجمعة الموافق 4/11 الساعة 7:30 مساء والكائن بالغرب من مسجد خديجة في منطقة عراد، وحضوركم شرف لي وحياكم الله. أمس كان افتتاح مقر الانتخابي، وأشكر كل من حضر سواء كان من أهالي المنطقة أو من مناطق البحرين، وأنا أمس كنت جدا سعيدة، شعور لا يوصف.
وأتمنى أني قدرت أوصل رسالتي لكم وبكل شفافية، وأتمنى أن أنتوا عرفتوا من هي أريج العباسي. أكثر الناس حاليا الملاحظ مؤخرا يعتقدون أن الشارع البحريني معرض للانفجار، والواقع عكس ذلك. إنما هي شني؟ جقارة الفتنة مشتعلة في الشارع تتطلب ممثل. قلت كل هاي احنا ما بنكتب شيء بعد نقول لنا اوكي اوكي. تتطلب ممثل يجيد لعب كل الادوار صح اوكي، وطفي الجيجارة في فان. وانا طفيت الجيجارة في مسلسل دروب اذا شفتوا، يعني شغلة يبي لها فان. هالوقت المطوع ما يسمعون له، الناس تقلد المشاهير. انا مو مشهور بس عندي الحمد لله ما تمت دورة تبع وزارة الثقافة ما دشيت. تسمع اللي في التواصل الاجتماعي الفويسات؟ اي الفويسات للتواصل الاجتماعي ايه. ما يصير ما تسمعون تبادل الاتهامات ايه. يعني ما يصير توقف وتتهم ابوك في الفريج، مو حلوة عدل؟ لا ما فهم الكلام. اهم شيء تحسين المعيشة، بس الناس تبي تحسين المعيشة ما تبي شيء ثاني، وحلول بحيث يرضي الطرفين الشعب والحكومة بس، ما في شيء ثاني، وكل شيء له حل، كل مشكلة لها حل. والله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي أهالي مدينة الحج الكرام. يشرفنا أن نعلن ترشيح نفسي لانتخابات المجلس النيابي لهذا العام عن مدينة الحج الدورة الثامنة محافظة المحرة. شعارنا لهذا العام ماضون، ماضون لاستناف العمل والسعي لإيجاد الحلول المناسبة التي ممكن من خلالها الوصول لأفضل السبل التي تكفل تحقيق مطالبكم الشعبية. ثقتي بكم كبيرة في اختيار الشخص الأفضل والأكفأ الذي يمثلكم ويمثل شعب البحرين في المجلس النيابي القادم. ترقبوا برنامجنا وحملتنا الانتخابية في الأيام القادمة، ولكم مني جزيل الشكر والعرفان على دعمكم المتواصل. أخوكم ومحبكم سمير عبد الله الخالد.